وللوقوف على هذه الأزمة، أزمة إفلاس بنكين أمريكيين وتأثير ذلك على البورصات العالمية، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك معنا. أهلا، مرحبا بك أستاذ يونس. إفلاس مصرفين كبيرين في أمريكا لا شك أنه سيلقي بظلال حول احتمال تكرار أزمة عالمية كالتي جرت في 2008، وهناك من يراها حتمية بل أسوأ. كيف تقيمين الوضع؟ هل يمكن أن تصل الأمور إلى ذلك؟ عفوا أستاذ يونس، أكو صدى بس السؤال ما كان واضح، لو سمحت. نعم. بعيدة أعيد لك السؤال مرة أخرى. نعم. هناك من يعتقد بأن هذه الأزمة ستترك ظلالها على المشهد في البورصات وفي الاقتصاد العالمي، وأنه من الممكن أن نشهد أزمة شبيهة بما حصل في عام 2008. هل الأوضاع تصل إلى هذه الدرجة؟ نعم، يعني مما لا شك فيه لدينا مشكلة مالية، وهذه المشكلة المالية هي سياسات مالية ستقع تحت سياسة نقدية دولية، يعني بمعنى أن كل الدول العالم مرتبطة بعضها البعض. إذا حدثت مشكلة في مكان ما في جزء معين، وهو جزء جدا مهم في السياسة النقدية يقطع في الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد آثاره ستكون على القنوات الأخرى المصرفية وعلى كل العالم، يعني شرقا وغربا. ولكن يجب أن ننتبه يعني هنا في نقطة مهمة. في عام 2008 كان هنالك جانب نقدي عقاري، اي كانت مشكله الرهن العقاري لمواطنين انهم كانوا اقترضوا بشان الحصول على العقار، وبالتالي رهنوا هذا العقار ولم يستطيعوا ارجاع الاموال. كانت هذه المشكله في 2008. الان المشكله الان تختلف، الان المشكله نقدي، بمعنى ان هؤلاء المودعين الذين اودعوا اموالهم في السيليكون فالي اللي هو وادي السيليكون، اودعوا اموالهم في هذا البنك، وكانت النتيجه ان البنك استخدم هذه الاموال في تجريها في سندات الخزانه الامريكيه. ثم عملت يعني السياسات النقديه في الولايات المتحده رفعت سعر الفائده حتى تعمل هنا على التقليل من التضخم. لكن الذي حدث انخفضت اسعار السندات، هذا اشعر المواطنين بالذعر، مما ادى الى طلبهم بطلب الودائع لهم، وانخفضت ايضا الاستثمارات. صارت هنا المشكله ان البنك لا يستطيع ان يعمل على ايفاء بكل التزاماته الماليه من مودعين له. هنا نحن امام مصطلح اسمه الذئر المصرفي، باندران. هذا المصطلح في السياسه النقديه يدل على انه عندما يصاب احد الاجزاء كمواطن او كهيئه مصرفيه بذئر، سينتقل هذا الذئر الى بقيه الاجزاء، وبالتالي ستحدث هذه المشكله، وهذا ما نحن الان بصدده. ما نحن بصدده دكتوره كمان انه هذا الذعر وصل الى ذعر عالمي، يعني من المتوقع ان تتاثر البورصات العالميه جراء افلاس هذين المصرفين. كيف يمكن ان يحصل ذلك؟ نعم، يعني اكيد انه الاسواق الاسهم والسندات ايضا سوف تتاثر بذلك، مما لا شك فيه. وكان لدينا هنا يعني امثله واضحه، يعني هنالك نوعا ما انخفاض في مؤشرات داو جونز، ناسداك، ستاندرد اند بورز، يعني هذه مبينه واضحه حوالي كانت يوم الجمعه الى نسبه 2% انخفاض لعمليه حركه السندات والى اخره، يعني الى اليوم وصلت حوالي 5%. اكيد هذا له تاثير في السياسه النقديه العالميه ككل، وبالتالي على تاثيره على اسواق الاسهم والسندات الاخرى، يعني اللي مرتبطه بها بهذه المعاملات الماليه. ولكن ايضا يجب كما ذكرت، هنا وصلت الامور الى حوالي الانخفاض وصل او المشاكل وصلت الى حوالي 5%. اما في 2008 وصلت الى حوالي 20%، وبالتالي هذا الفرق ما بين يعني هذه الازمه وتلك الازمه في 2008، نستطيع ان نقول ان هذه الازمه هي ليست كما هي كانت في 2008. 2008 كانت اكبر بكثير. والدلالة على هذا الكلام، حتى أن أثبت الكلام بما يخص أنه
الأزمة هذه الآن ليست بالشكل الذي احنا يعني وصفت. نعم هي أزمة ولكن ليست بكبيرة كما هي بالمقارنة مع 2008. أنا أرجع إلى كلام وزيرة الخزانة الأمريكية في حديثها مع شبكة CBS الأمريكية، قالت أننا سوف لن نعمل على إنقاذ هذه البنوك. عملنا على إنقاذ البنوك النظامية في 2008 ووضعنا خطط إنقاذ لتلك البنوك، لكن هذه المرة سوف لن نقوم بهذه العملية الإنقاذ. إذا نعم. بمعنى المشكلة ليست هذه المشكلة التي يمكن أن نتصورها. نعم. وفي أي سياق تأتي تطمينات الرئيس الأمريكي بشأن هذا الموضوع للمودعين الأمريكيين؟ بالنسبة للمودعين الأمريكيين يعني وتطمينات الرئيس الأمريكي بايدن، هو أشار إلى أنه يعني نقدر نستطيع أن نضعها في أنها تطمينات قصيرة الأجل، بمعنى أننا سنقوم بترجيع أموال المودعين الذين طالبوا بها، لأن هنالك مجموعة من الأموال تم يعني ضخها أو تم يعني عمل على إرجاعها. سيليكون فالي لهذا البنك عمل على إرجاع إلى يوم الخميس كانت 42 مليار دولار. هذا الكم الهائل هو اللي أدى إلى انخفاض السندات، قيمة السندات إلى 60 وأكثر من 60%، وبالتالي استرجاع المودعين لأموالهم لهذا المبلغ الذي وصل إليه حوالي أكثر من 42، أنه جانب كثير من المواطنين لن يستعيدوا أموالهم إلى الآن. فطمأن الرئيس الأمريكي أننا سوف نقوم يعني بوضع سياسة محددة معينة، سياسة نقدية لنعمل على ترجيع حقوق وأموال هؤلاء المودعين في هذا البنك. نعم. نعم. هناك من يقول دكتورة أنه السياسات المالية الأمريكية هي ما تركت الأثر، وأن تأثير إفلاس المصرفين لا ترقى لأن تحرك كما تفضلت يعني البورصات للمؤشرات الحمراء كما حدث اليوم. ما تعليقك؟ يعني احنا هنا بالنسبة إلى هذا الأمر، يعني بالنسبة لخصوص أسواق المال بشكل عام، يعني نلاحظ أن هنالك نعم في الأسواق الهندية مثلا حدثت مشاكل كثيرة وحدثت انخفاض في أسواق الأسهم والسندات، وكانت تبدو هذه واضحة في إحدى الأسواق هي المهمة نفتي بعد مثلا على سبيل المثال. والمؤشرات التي انخفضت أيضا كانت كثيرة، مثلا عندنا بالنسبة إلى في وول ستريت اللي هو مثلا ستاندرد أند سكولز اللي هو يحمل 500 شركة، هنالك كان الانخفاض 2% يوم الجمعة، وصل كما ذكرت إلى حوالي 5%. هذا كله أو بالمقارنة مع الأسواق الهندية حوالي 2%، يعني لا زالت بمعنى هذا الأمور مسيطر عليها. حتى أسواق الأسهم والسندات لا زالت الأمور مسيطر عليها، وبالتالي يمكن حل المشكلة بالقيام ببعض الإجراءات النقدية اللاحقة. نعم. أشكرك جزيلا دكتورة هداب فالح الكبيسي، الباحثة والأكاديمية في العلاقات الاقتصادية الدولية.